السلام عليكم يا شباب. فيديو جديد. حاليا التحديث 0.18 نزل النسخة العالمية النهاردة بتاريخ 7/5. تمام تمام دلوقتي حاليا احنا في النسخة الكورية. لو عايز انت تحدث الطريق بيتحدث عن طريق متجر خارجي، لانه مش بينزل عن طريق جوجل بلاي او على الاب ستور. تمام، بتحدث عن طريق متجر خارجي. تمام، وحاليا التحديث نزل على المتجر ده. لو انت مش عارف تنزله او منزلش عندك التحديث، ممكن تحمله عن طريق المتجر ده. تمام، انت بتروح على التطبيق، بتخش على الكيو او اب، بتحمله من عن اي متصفح. اي متصفح بتحمله من طريقه، لانه مش موجود على البلاي ستور. تمام، بتخش على التطبيق. تمام، وتكتب بابجي موبايل. هنا بيجيب لك نسخ بابجي كتيرة، انت بتختار النسخة اللي هي بابجي موبايل اللي هي الكورية اول واحدة. تمام، التحديث نزل فيها اللي هو 0.18 الجديد.